عاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه المغنية المصرية الشابة التي تدعى شيماء بعد أن قضت محكمة بحبسها ومخرجة أغنيتها المصورة عندي ظروف أو مخرج الأغنية لمدة عامين وتغريمها ب10,000 جنيه مصري، هذا ما يعادل ربما $600 وإدانتهما بالتحريض على الفسق والفجور. دعونا نرى هذا الفيديو لنتعرف على حيثيات صدور الحكم. دي حاجة قذرة، في فرق ما بين الابتذال، فرق ما بين القذارة. ده كليب قذر فول ستوب. يا وزير الداخلية، ده جزء من فساد مجتمع. النسوان دي تتجاب. مش عايز يتفرج ما يتفرجش، ده كان جاست مقلع. لا والله احنا اللي ما يشرفناش ان احنا نكلمك اصلا، اقطعوا المكالمة. ينضم إلي من القاهرة علي الحلواني محامي الفنانة شيماء. مرحبا بك سيد علي. لماذا لم يقتنع القاضي الذي كنت تترافع أمامه بالدفوع التي قدمتها؟ هل أنت راض عن الحكم الذي صدر بحق موكلتك؟ مساء الخير ومساء الخير لجمهور البي بي سي. أولا بس أحب في البداية نستعرض ما جاء في قضية الأستاذة أو الفنانة شيماء. تمام، بعد الهجوم الكبير اللي حصل في الرأي العام بدأت وقائع هذه القضية لما تم نشر كليب لها. نحن على علم بكل هذه الوقائع، لكنني سألتك سؤالا محددا، هل أنت راض عن الحكم؟ لا طبعا. ما فرصك في الاستئناف وإلغاء هذا الحكم؟ طيب اولا يا فندم، بس نحب نوضح شوية حاجات مهمة جدا فيما يتعلق بقضية شيماء. أول حاجة يا فندم، شيما لما تم عقابها جاء هذا العقاب وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1937. يعني هي يا فندم بتتعاقب بقانون من سنة 1937 ما زال يحكم جمهورية مصر العربية. القانون ده لما صدر في الثلاثينات كان ليه فلسفته وكان ليه عقوبته، لكن احنا يا فندم دلوقتي مفروض في عصر عولمة وعصر حريات، ومفروض ان في دساتير تاني جت رسخت مبدأ فكرة الحرية وان حرية الرأي بقت مكفولة للجميع وكل الكلام دوت. بالنسبه يا فندم في وقائع هذه القضيه، لما هي عرضت الكليب كان الكليب ده اتعرض على اليوتيوب، لم يتم عرضه على قنوات. ايه الفرق ما بين عرضه على اليوتيوب وايه الفرق ما بين عرضه على قناه؟ انا ساعتذر منك لضيق الوقت، يعني لا يوجد لدي المكان للشرح، لكن بالنسبه للاستئناف هل ترى ان هناك حظوظا بالاستئناف او وقف التنفيذ مثلا؟ وارد بقوة، لأن طبعا في فرق كبير جدا ما بين قاضي الجنح وقاضي الاستئناف. يعني قاضي الاستئناف بينظر القضية بشكل أكثر، يعني أكثر موضوعية وأكثر دقة، ونقدر يبقى فيه دفاعات أكثر عن الحكم السابق في أول درجة. وأعتقد أنه ممكن في الاستئناف يحكم بحكم إما مع البراءة أو مع إيقاف التنفيذ. أشكرك من القاهرة علي الحلواني محامي الفنانة شيماء.